أسبوع جديد من طوفان الأقصى والكلمة للمقاومة، رشقات صاروخية متواصلة في العمق من دون استثناء أي مدينة. أكثر من ذلك، ثمة إصابات محققة ودمار في المباني. في الوقت نفسه، معادلة عسقلان مستمرة، المدينة تحت النار لأيام متواصلة، والتركيز يزداد على تل أبيب. أيضاً تتواصل الإنذارات في الشمال، وتخبط إسرائيلي واضح في تحديد ما يحدث هناك. في الميدان تبقى المقاومة سيدة البر، تتواصل الاشتباكات المباشرة وتدمير الدبابات، ومن الخلف إسناد مدفعي ورشقات صاروخية على غلاف غزة، وأخرى بالهاون على حشود الجيش الإسرائيلي. الصورة حاضرة والإعلام الحربي والعسكري لم يغب لحظة. بيانات المقاومة تواصل عرض الإنجازات بدقة، والمقاومة أصدق إنباء من العدو. وما تحدثت عنه مصادر في المقاومة للميادين عن خطة دفاعية محكمة يثبته الميدان بقوة. أما داخل غزة فلم يشبع الاحتلال بعد من دماء الفلسطينيين. كلمات مثل إبادة ومجازر خرجت من القاموس ولا بديل بعد، والغزيون يرون بعيونهم التي تغطيها الدماء كيف غدرت إسرائيل حتى بما سمتها الطرق الآمنة. إذن لا نزوح ولا هجرة، هو النصر فقط ومعه الشهادة أو النجاة، هي بطولات لا تقل عن بطولات من يقاتل. فالمقاومون يحملون في أيديهم سلاحا للقتال، لكن الناس يحملون أجسادهم وأطفالهم. بنيامين نتنياهو ويؤف جالانت وهيرتزي هليفي، تحكي تعابير وجوههم وعيونهم عن الهزيمة. يريدون رفع فاتورة الدم إلى الضعف أو أكثر، ربما ليكذبوا مجدداً ويقولوا لمستوطنيهم إنهم ملأوا كأس الانتقام حتى طفحت بالدم. لكن هذا الدم الفلسطيني لا يكتب إلا الهزيمة لكل من تجرأ على سفكه، والماضي القريب يشهد. هي خلاصة واحدة، مضت الذكرى الأولى للسبت الأسود على إسرائيل وهي لا تزال مهزومة.